مشاهدين ومشاهدات، ومعانا سيادة العميد. وزي ما كلمنا عن صلاح سالم وكوبري اكتوبر وخبرته العظيمة في صلاح سالم بالذات ومجهوداته العالية في ازدحامه، عايزينه النهاردة بقى يكلمنا عن المحور. سيادة العميد اكلمكم عن ايه؟ المحور يا فندم. المحور ماله المحور؟ احنا يعني مبدئيا عندنا نص المحور متشال وزحمة طول الوقت. ما هو لازم يبقى زحمة. يعني انا النهارده انا كمواطن لو طلعت المحور لقيته فاضي، ما دي حاجه مش اولا مش لطيفه، معلش مش لطيفه. ليه يا فندم؟ يعني ايه ليه؟ يعني ايه ليه؟ انا النهارده هتقعد تتكلم مع اللي جنبك في العربيه، انت هتقعد مع خطيبتك فين؟ معلش ما كل حته غاليه، البلد انت شايف اسعارها بقت عامله ازاي، هتقعد فين؟ النهارده الناس اللي في الاشاره واقفين جنب بعض، انا انت فاكر ده عشوائي او 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 او, أو كده؟ لا، احنا النهارده المواطن يقعد مع اخوه المواطن فين؟ في الاشاره. مع مراتك مع اولادك مع الكلام ده كله فين؟ في الاشاره في الزحمه. انتوا فاكرين ان انا ضد؟ انا معاكم، انا معاكم. وبعدين انا فكرنا في حاجه بقى جديده قوي السنه دي. انا طبعا بعد ما زحمنا، انت كنت معانا السنه اللي فاتت، شفت في رمضان قد ايه احنا زحمنا صلاح سالم بالعربيه البايظه. تمام. فاكر ولا لا؟ فاكر طبعا. السنه دي بقى دخلنا على ايه؟ المحور. تمام يا فندم. ناس كتير قوي 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 بتقول لي المحور فاضي، المحور ما فيهوش زحمه. ده قبل ايه؟ ما يتزحم. قبل ما يتزحم حضرتك احنا بنطلع الدائري نوصل في 10 دقائق. ابتديت اسمع حاجات غريبه على ودني. ايه نوصل في 10 دقائق؟ يعني ايه طريق فاضي؟ برضه مش مريحه. ابتديت انزل بنفسي بقى اشوف في ايه هناك. وبعدين السرعه برضه بتعمل حوادث ومشاكل ده موضوع تاني. اصل بالنسبه للبلاد بتاعت اوروبا وامريكا وبتاع يقول لك ايه ده هاي واي، اجري بقى، اطلع اجري. تمام. لا ده تعمله في امريكا في اوروبا في الصين. هنا هتقع. عندي محور، عندي هاي واي، الكلام ده بقى عندي هنا في زحمه. في ايه؟ زحمه يا فندم. زحمه وهعرف اسحمه هاي واي. انا على فكره انا يمكن اديت محاضره في واشنطن على ازاي يسحموا الهاي واي هناك، وابتدوا فعلا يمشوا فيها اللي هي ايه التصليحات. حضرتك هتطلع المحور ده الرصيف. ها ده الرصيف ده كده جاي، ده رايح 6 اكتوبر بقى والقريه الذكيه والحاجات الجميله اللي هناك دي. طب انا طلعت لقيت الناس دي ماشيه بمنتهى السلاكه والناس دي جايه بمنتهى السلاكه. ليه؟ عشان غلطه في التصميم. انا بعتبرها غلطه. اللي صممه حمار. ليه حمار؟ ازاي هنا تعمل لي رصيف وتعمل لي حاره جاي وحاره رايح للدرجه دي؟ احنا معانا فلوس؟ ليه اقفل دي خالص؟ دي الفكره بقى اللي انا ايه قلتها لك. اقفل دي خالص، دي كفايه قوي. كفايه احنا ما عندناش عربيات كتير للدرجات دي في مصر عشان اعمل رايح جاي. رايح بس. ما انا بقى هعمل ايه؟ بص الاختراع، انا كان ممكن اعملها رايح واضايقكم. انا برضو هقف معاكم وهسيب لكم اوبشن. ايه هو الاوبشن؟ اتفضل. انا هعمل لك دي رايح جاي. بامانه وكانك ما تعرفنيش، ايه رايك؟ لا فعلا هي لا فظيعه. تكنيك. لا 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 تكنيك فظيعه فظيعه. تمام. انا كده قفلت الحته دي نقدر نعمل فيها مطاعم، نقدر نعمل فيها اماكن الشباب يقعدوا فيها بالليل فاتحين عربياتهم معلقين كاسيتاتهم. بالنسبه لي كده بقت حاجه اقدر استفيد بيها. لما تقول لي العربيات تيجي منها ازاي؟ مين مهندس؟ مهندس كونستراكشنز ولا مهندس مدني يقول لي الكلام ده؟ هات لي واحد، انا بتحدى حد يقول لي الكلام ده صح ولا غلط. ابتدينا نعمل هنا التصليحات اللي بقول لكم عليها، وابتدى ده رايح جاي. لقيت برضو الناس مش زعلانه، يعني الناس عادي برضو، عادي جدا الموضوع. مفيش مشاكل. ما هو ده حلاوه روح الشعب المصري. انا بقى استوردت من الصين اله جميله قوي واقفه كده وفيها هنا دايره كده عامله كده عماله تنور وتطفي. تمام. بتشوفها؟ ايوه. دي لازمتها ايه؟ كله يقول لك قال ايه عشان تاخد بالك ما تخبطش. لا دي لازمتها ان انت تبص عليها ترشق في اللي جاي. بصيت عليها اتشغلت رشقت في اللي جاي حصلت حادثه. تمام. هو ده المطلوب. معلش هنضحي بعربيتين بس هنقف مع بعض، والزحمه اللي قلت لك عليها، وتتكلم بقى مع الراجل يقعد مع مراته ومع اولاده دي كلها. وايه المشكله لما توصل متاخر ربع ساعه ولا 10 دقائق بس عملت علاقه بالناس اللي حواليك في الاشاره وفي العربيه؟ تمام. وبتمنى لكم رحله سعيده للقريه الذكيه والناس شغاله في اكتوبر.
الاف ام بقى والاريكسون والحاجات اللي هناك الجميله دي. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا سياده العميد. شكرا 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 يا فندم. انتبه، الآن ولأول مرة في مصر تملك وحدتك في سمارت فيليج، تمكنك من امتلاك وحدة سكنية 90 متر مربع انت وصاحبتك. وما تنساش هتاخد مع الشقة خط موبينيل سمارت، كمان من احمد بهجة تلفزيون سمارت، كمان ما تنساش الكوبس السمارت اللي بتحط فيه اي جهاز سمارت معاك، 15 دقيقة بس من المهندسين لو مفيش محور، لو في محور 185 دقيقة، 6 دقايق بس من مدينة نصر اللي هم مفيش اكتوبر، في اكتوبر 149 دقيقة. سمارت فيليج طريقك للنجاح. سمارت فيليج، ربي اولادك في جو سمارت.